حسيت عليه. منو قال لك؟ رسم للعصا. وين حسيت عليه؟ وين؟ وين حسيت؟ ورا الرسم للعصائب قال لهم ما اكتب. حبيبي وين حسيت عليه؟ تعال قل لي وين حسيت عليه؟ ابن اخي اخي عزيز قل لي انا وين حاشي عليه؟ تجي رسم للعصائب قال لهم ما حاشي عليه وكذاب اللي نقل لكم. تجي للامنيه مال العصائب. انا حاضر. انا على هذا حسيت حاضر بس اريد النقل لهم تدلوني منو؟ تعال انت بلغوني العصائب رسمي قالوا تتصل على هذا الرقم خليك للامنيه. عزيزي. قال لهم انا ما حاشي على عبد الرحمن. عزيزي انا هسه راح اخابر على العصائب. ويعرفون علاقتي بعدي عواد صديقنا النائب. حجي تروح للامنيه كذا ماله لا وين الامنيه صايره وين 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 بيت المحافظ اللي دار الضيافه اللي بصفه الامنيه مال عصائب عين دلو هالولد اللي بيت الكورنيش الكورنيش اللي احترق له بصفه مكتوب عليه لواء 41 هاي الامنيه مال عصائب. يا حبيبي انا خادم اروح بس اللي نقل لكم اريده. انت روح اقعد يم العصائب وسولف وياهم الساعة بالخمسة كنت كلهم. انا اريدك حتى انت تجي. هسه انا موجود هناك. هسه راح اخابر لهم انا هسه راح اخابر حجي عماد وخابر النائب عدي عواد هسه راح اخابر عماد خابر عدي عواد تجي للامنية هسه خابر لهم هسه خابر لهم عزيزي اول مرة واشوف انا الامنية ما اعرفهم انا الامنية اخذ وياي السيد بلى خليجي شو وياك استاذ عماد يقعد يلا ودافع عن نفسك ما حاكي على مود اقول لك شنو حاكي يا مسامر انت اليوم. يم سامر؟ اي توكل على الله. اصلا انا اليوم عندي اجتماع مو يم سامر هنا بمجلس هذا. يا حاج مو انا قاعد منطينا غلط لان انا اصلا لا ما رايح. لا غلط حاج يروح للامنيه مالت العصائب حتى اسمك تلقاه هناك. عزيزي شنو انت تريد تختاني يعني؟ انت تريد تختاني باسم العصائب؟ نعم. تريد تختاني باسم العصائب؟ حاج يروح للعصائب يريدونك كونك على عدي عواد. اي. توكل على الله للامنيه انت اللي تفي مالك. حبيبي اذا النائب عنده حكي علي النائب يوجه لي استفسار وانا اجاوبه. حجي الامنيه يريدون ما اجي الامنيه لان الامنيه ما تمثلني عزيزي الامنيه ما تمثلني. هذا وكان انت والامنيه بعد تو الامنيه انا هسه راح اشتكي بالارهاب وبالشرطه.